المشهد الانتخابي بشكل عام، وحضرتك كنت بتتكلم على ان مصر دولة قوية الحمد لله رب العالمين، لكن هي بتواجه تحديات كبيرة ومنها طبعا فيروس كورونا اللي بيواجهه العالم كله، ورغم ذلك الدولة المصرية خدت على عاتقها انها تجري انتخابات مجلس الشيوخ في ظل اجراءات تأمين وتعقيم غير مسبوقة. حضرتك شفتها ازاي وشفت هذه الاجراءات واهم الملامح اللي لفتت انتباه حضرتك خلال اليوم الاول ولحد دلوقتي؟ انا رحت امبارح، يعني رحت امبارح نسبة الاقبال مقبولة، يعني انا رحت بعد طبعا الساعة 5 او الساعة 6 نسبة الاقبال مقبولة. الاستعدادات، خلي بالك انت زمان فكرة الانتخابات نفسها كان مرادفة معاني سيئة جدا للأسف، يعني دائما يقول لك انتخابات تزوير وتسويد ومش عارف ايه وحاجات كده، هتروح ليه ده مفيش فايدة انا اتكلم بقى على الجزء الداخل بقى اللجنة اللي هو بقى انتهى تماما. انا مش دعوة اللي خارج اللجنة هو يتعلق بالوعي بقى بالوعي، انما داخل اللجنة اعتقد ان احنا الحمد لله كل المطالب او كل الشكاوى والتحفظات على العمليه، اداء العمليه الانتخابيه داخل اللجان انتهت تماما. وانا شفت يعني اعتقد بعد 2013 احنا عملنا اربع استحقاقات تقريبا، مظبوط، يعني الرئاسه، البرلمان، التعديلات، التعديلات دخل يعني كده احنا في الخامس استحقاق دستوري في مده زمنيه بسيطه جدا، ده في ناس بتجري عمليه انتخابيه كل 10 سنين و 15 سنه. فبالتالي انا شفت اللي شفته امبارح، فكره التزوير انتهت تماما، التزوير بقى الصلب زي ما بيسموه التزوير الواضح، التاثير على الناخب لم تعد، يعني حاجات التسهيلات بقى اللي انا شفتها جوه، اذا في حد بياخدك من اول باب اللجنه لغايه الشباب المتطوع اللي موجود، محدش بيقول انتخب مين وانتخبش مين، الشباب المتطوع اللي بيعرفك لجنتك فين في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها ديت، استعدادات على اعلى مستوى، عربيات الاسعاف متواجده، شايف عربيات الاسعاف قدام اللجان رغم انها لجنه فرعيه، تتكلمي على الكمامات موجوده، يعني حد بيهديك بيرشدك الى لجنتك داخل اللجنه. يعني انا امبارح حصل كده ايه، ستي يعني بتقول لي اعمل ايه واحنا في الطريق، يعني خلصت وماشي فاعمل ايه، فلقيت المستشار يقول لي يا استاذ معلش في كاميرات ارجوك، انا اقول لها يعني في انضباط، في حاله انضباط، حاله الانضباط وحاله الادلاء بالصوت، وان الصوت ده بيتم في عمليه في ظل اجواء نزيهه للغايه، دي اصبحت بلا شك اصبحت موجوده من بعد 2000 من خلال الاستحقاقات الاخيره، سواء انتخابات رئاسيه او برلمانيه او استفتاء او التعديلات او حتى انتخابات اللي احنا جربناها، واعتقد ان دي اصبحت مش موجوده في الازهر. انا مش مسؤول عن بره هي، وكمان حتى يعني لو قلنا بره الرجال نسبه الوعي السياسي او منسوب الوعي السياسي زي ما نسميه من بعد يناير ومن بعد 30 يونيو ارتفعت عند الناس بشكل كبير جدا، وسائل التواصل الاجتماعي، البرامج الى اخره، ادت الى زياده الوعي حتى المواطن البسيط. يعني اصبح كمان يعني اللي انا شفته امبارح، انا المفروض ما اشوفش حد يعني بصراحه، لو انت لو احنا بقى بالمنطق القديم وبالصوره الذهنيه المشوهه عن 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 مجلس الشورى بمسماه القديم ومجلس الشيوخ، انا ما نلاقيش حد. لا انا رحت على الاقل يعني انا شايف 30 40 واحد داخلين، مظبوط، احنا يعني كمان على الشاشه واحنا بنتكلم دلوقتي في طوابير يعني قدامنا دلوقتي من اللجان المختلفه، يعني انت بتتكلمي على نسبه وعي في مدى زمني قصير في عمر بقياس لعمر الدول، يعني سياسيا انه ارتفع، انه الناس على الاقل عارفه دلوقتي انه بقى في انتخابات من حقها تنزل. وانا بقول يعني فكره انه كنا انا كاتب النهارده وامبارح انه فكره الحديث عن المقاطعه وعدم المشاركه اصبح حديث غير مقنع وغير مبرر، مظبوط، يعني ان ما فكره وما بينتبهوش ليه، يعني الشعب خلاص يعني اصبح لديه او الغالبيه منه لديها قدر من الوعي. يعني رغم الهجوم انتوا طول الوقت بتهاجمي، يعني عايز اقول لك ايه، انا من ايام الثانويه العامه ومن اول يوم ولا قبل الانتخابات وطبعا اللجان الالكترونيه شغاله، وهتلاقوا كل يوم 100,000 واحد ميت ومش عارف ايه، ولادنا هتودوهم في، عارفه مناحه منظمه، يعني عارفه ده تخويف وتوضيح. الدوله المصريه بترد على كل هذه الشائعات بالعمل، بالعمل وفي صمت. الثانويه العامه يعني حصل ايه؟ نجاح 19 اصابه من 2 مليون، يعني حاجه لا تذكر. فبالتالي كل مره انت بتتهاجمي، ما تشوفي طول ما انت بتتقدمي وبتنجحي هتتهاجمي، اذا ما تهاجمتيش يبقى لازم تشوف انت بتعملي صح. يعني كل ما انت بتحققي نجاح لازم تتهاجمي، مظبوط، نفس الحكايه، هجوم هجوم
فلوس على الفاضي، مش عارف طب هيعمل ايه، ده مجاملات.